في القرآن قلبك أنقى للقرآن عاطفة ترقى بالقرآن سعدك أبقى والقرآن cara selanjutnya adalah pembacaan Qiraatul Al-Quran yang dibacakan yang dilantunkan oleh adik kita Bima. Silakan. Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala إن الشيطان للإنسان عدو مبين تسمو فيه النفس وتالو بجاه والله رفيع فقرا وارتق رتل وارقى فرفيق المصحف لا يشقى للقرآن قلبك أنقى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Bapak dan Ibu-ibu, perlu kita informasikan hanya menghafal Al-Quran. لأخرانا نور الطريق يجلو عن صاحبه الضيق فتراه بالسعد حقيق هو في الدنيا خير رفيق ولأخرانا نور الطريق يجلو عن صاحبه الضيق فتراه بالسعد حقيق فقرأ وارتق رتل وارقى واستمسك بعراه الوثقى للقرآن قلبك أنقى للقرآن عاطفة ترقى للقرآن سعدك أبقى والقرآن زاد الأتقى أشرف ما تحويه ضلوع وبه للتقوى ينبوع كنجوم الدنيا أحرفه فيها إرشاد وسطوع أشرف ما تحويه ضلوع وبه للتقوى ينبوع كنجوم الدنيا أحرفه رتل وارقى بحياة طابت بالمسقى في القرآن قلبك أنقى للقرآن عاطفة ترقى بالقرآن سعدك أبقى والقرآن زاد الأتقى قلبك أنقى عاطفة ترقى سعدك أبقى زاد الأتقى